هل في ضغوطات دلوقتي على الحكام المصريين مش عملت في او على ضغوطات. رئيس لجنة الحكام؟ انا ما حسيتش، بس رئيس لجنة الحكام في فترة من الفترات كان ثواني بس يا كابتن وجيه، انا بتكلم بالتحديد، مثلا لو الكابتن وجيه احمد هو رئيس لجنة الحكام، او لو اي سين من حكامنا الكبار المصريين هو رئيس لجنة الحكام، هل بعد رحيل مرتضى منصور والضغوطات الإعلامية اللي كانت بتحصل من خلاله مثلا، الضغوطات كده بالتالي قلت ولا لا؟ هي قالت على الاتحاد، على الاتحاد مش على اللجنة؟ ما قالتش على عناصر اللجنه. اه اللجنه كلها كوادر محترمه وكوادر شريفه، خلي بالك ما بتسمعش كلام حد. ماشي كل المسؤولين الكبار في لجنه الحكام واللي جم في لجنه الحكام ناس محترمه، وكلنا يعني اتهاجمنا وكلنا اتشتمنا، اه خلي بالك مش انا بس، تمام كلنا اتشتمنا. اكيد طبعا طبعا بس اللي انا عايز اقوله للاسف. ما حدش بيسمع اه لهذا الكلام، ولكن انت شيل، اما هو يعني انت شلت عبء من على الاتحاد، لان هو كان بيكلم الاتحاد وبيهاجم الاتحاد ومش عارف ايه والكلام ده. الاتحاد هو اللي استريح في الموضوع الاتحاد يعني اللي استريح، بعد رحيل مرتضى منصور، ما فالاتحاد الاتحاد استريح. استريح لان اه العمليه قلت والهجوم قل على الاتحاد، بالتالي قل على المنظومه، لان الهجوم اللي بيتم على هو كان الاتحاد في ناس في الاتحاد بتخاف من رئيس نادي الزمالك السابق؟ مش بتخاف، يعني مش عايزه تعمل مشاكل. استاذ امير خلي بالك، انت ما تكون انت راجل يعني مسؤول في الدولة، في إحدى الشركات أو في إحدى المؤسسات العسكرية أو في إحدى، أنت مش فاضي كل شوية عشان تطلع ترد وتهين وترد على فلان وترد على علان وأنت بتتهان، حتى لا فبتريح يليق، دماغك، فبتريح لا دماغك. يليق. أنت كل اللي أنت بتعمله إنك أنت بتبعت للجهة الإدارية، اه لأن هي اللي منوط انا بيها. سؤالي واضح يا كابتن وجيه، هل كان في حد من اعضاء الاتحاد المصري للكره موجود فيها كنت بتحس ان هو بيبقى خايف من تصريحات رئيس نادي الزمالك السابق او هجومه؟ كابتن اللي اه انا بحكيه لك، ايوه يا كابتن، فيه في ناس كانت بتخاف. مش خوف، مش امال ما تفهمش خوف ان هو خايف منه يضربه ولا هاجمه ولا حاجه، اه لا، الخوف انك انت مش قادر تجاري واحد عنده اعلام يقدر تطلع وتقدر تتكلم وتقدر تشتم وتقدر تهاجم وتقدر وتقدر وتقدر، سوشيال ميديا كتير جدا، انما انت كمسؤول في الاتحاد ما عندكش الوسيله دي اه انك تقدر ترد وتطلع تهاجم هنا وتقدر تهاجم هنا، لانك انت مهما تطلع ترد اه هتبقى في مشكله بالنسبه لك، لان كل اللي انت تقدر تعمله انت الحكم عنده مشكله، الحكم بيتهاجم بيكتب للجنه الحكام، لجنه الحكام بترفع لجنه المسابقات، لجنه المسابقات بترفع لمجلس اداره الاتحاد، مجلس تمام اداره الاتحاد بيرفع للجهه الاداريه، بس ده ده اللي انت تقدر التسلسل، تعمله ده التسلسل. مفهوم. انما بمجرد ما يخوض في عرضك او يخوض في شرفك، اه انت بتبعت بترفع قضيه، اه والقضيه بقى بتاخد بتمشي تاخد مجراها. لمجراها. اه ولكن كان في التوقيت ده هو كان عضو برلمان. عضو برلمان، فما فيش لنا ولا تمام غيري، اوكي يعني كان برضو ما كان الكابتن خطيب بيتهاجم وكله بيتهاجم، وما كانش حد بس كابتن خطيب خد حقوقه. خد حقوقه بعد ما اتشال، بعد اه ما مشي من مفهوم. البرلمان، لان كانت اللجنه التشريعيه في مجلس الشعب ما كانتش تمام بتودي القرارات دي طيب للنائب العام. طيب